بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسي عليكم بالخير أخواني وأخواتي. بداية حابة أعرف عن نفسي، معاكم المثقفة الصحية شادة عمر من إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة. طبعاً موضوع ورشتنا لليوم راح تكون لسلامتك عزز مناعتك. إن شاء الله الورشة تكون خفيفة وبسيطة. في نهاية الورشة إن شاء الله راح نستقبل أو راح نفتح باب الحوار والأسئلة، فإذا عندكم أي أسئلة خلال الورشة ممكن تدونونها عندكم، وإن شاء الله راح نجيب عليها في آخر الورشة بإذن الله. عشان بس ما تتشتتون راح أسكر الكاميرا وبس أخلي العرض شغال، وفي نهاية الحوار إن شاء الله راح أرجع أفتح الكاميرا. جاهزين نبدأ؟ هي نعم، توكل على الله تفضلي. إن شاء الله. طبعا محاور ورشتنا لليوم راح تكون عن عبارة: ما هي المناعة؟ أنواعها، وظائفها، أعراض ضعف المناعة اللي ممكن نصاب فيها، التغذية وجهاز المناعة، عوامل تؤثر سلبا لتقوية المناعة، وآخر نقطة إن شاء الله راح تكون طرق لتقوية المناعة. خلونا نبدأ وياكم. أول شيء، ما هي المناعة في ظنكم؟ تمام. الجهاز المناعي في جسمنا يمثل خط الدفاع في الجسم ضد الكائنات المعدية والجراثيم والكائنات اللي تسبب الأمراض. يعني خلونا نتخيل أن جهازنا المناعي في الجسم مثل مثابة الجيش في جسمنا، يحمينا ضد الأمراض والعدوى وكل هذه الفيروسات من خلال سلسلة، أو خلونا نقول عملية تسمى بالاستجابة المناعية. يوم تستجيب مناعتنا نحن نكون قادرين على مقاومة الأمراض والعدوى اللي تكون حوالينا واللي تكون في مجتمعنا وبيئتنا، وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة في الجسم ومنع العدوى بالتأكيد. أنواع المناعة في جسم الإنسان، طبعاً الكثير منا ممكن هذه المعلومة تكون جديدة عليكم. المناعة لها أنواع في جسم الإنسان. نبدأ بأول نوع اللي هي المناعة الفطرية، ومن اسمها المناعة الفطرية أي تكون بالفطرة موجودة في جسم الإنسان، ويطلق عليها اسم المناعة الطبيعية، وهي موجودة مثل ما ذكرت في جسم الإنسان منذ ولادته وتقدم حماية عامة للجسم. المناعة المكتسبة نسميها مسمى ثاني هي المناعة التكيفية، ومن اسمها هي المناعة اللي نكتسبها يوم جسمنا مثلا، خلونا نقول الجسم مثلا ياخذ مثلا، خلونا نقول مثال الجديري مثلا، يوم الجسم يصاب بالجديري نشوف الإصابة الثانية تكون قليلة جدا، يعني أما ما تظهر أو تظهر لكن أعراضها تكون خفيفة جدا. ليش أتعب؟ لأن جسمنا كون مناعة مكتسبة ضد هذه المرض. والمناعة السلبية ثالث نوع من أنواع المناعة هي المناعة السلبية، وهي ما تعني أن مثلا شيء راح ينعكس على صحتنا سلبا أو شيء مثلا راح يكون له أضرار على جسمنا، لا، هي تسمى بالمناعة السلبية لأن هذه المناعة تأتي من مصدر ثاني وتستمر لفترات قصيرة من الزمن. مثال عليها أنا حاطت لكم الأجسام المضادة اللي تكون موجودة في حليب الأم فترة ولادة الإنسان، يوم مثلا خلونا نقول يكون بس الغذاء المناسب لهذا الطفل حليب الأم، حليب الأم يوفر مناعة مؤقتة ضد الأمراض اللي اكتسبتها الأم في حياتها، لكن هذه المناعة تكون لفترة قصيرة جدا وبعد فترة. وظائف جهاز المناعة في الجسم، عندنا يخلص الجسم من مسببات الأمراض مثل البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات والفطريات، عن طريق أكيد سمعتوا كلكم عن الأجسام، خلونا نقول الأجسام المضادة وكريات الدم البيضاء.
كريات الدم البيضاء يوم نشوفها ان تكون مرتفعه عند شخص ما، نعرف ان الجسم هني قاعد يحاول انه يقاوم الامراض او العدوى، فيحارب مثلا الجهاز المناعي يحارب ضد خلايا الجسم غير طبيعيه، مثل الله يعافينا ويعافيكم خلايا السرطان، وجهاز المناعه يكون مثل خلونا نقول الجي بي اس او الكاشف، يقدر يميز بين الخلايا السليمة والخلايا غير السليمة في الجسم. أعراض ضعف المناعة، طبعاً قبل لا نتطرق لأعراض ضعف المناعة خلوني أقول لكم، مو يعني إذا شفتوا الأعراض اللي مثلاً موجودة على الشاشة، إذا كانت هذه الأعراض فيكم مو يعني إن خلاص إن هذه علامة على ضعف مناعتنا، لا، إذا نحن كنا نصاب بهذه الأعراض بشكل مستمر بشكل متواصل فهذا قد يكون مؤشر على ضعف مناعتنا، لكن إذا كنا نصاب بهذه الأعراض خلونا نقول مرة في السنة مرتين أو ثلاثة، هذا ما يعني أن نحن مناعتنا ضعيفة. خلونا نشوف هذه الأعراض. أولها الإعياء. الإعياء معناتها الشعور بالتعب المتواصل والإرهاق دائما، يعني إذا كنا نحس مثلا إن نحن على أذنات شيء، مثلا إذا سوينا هذا الشيء أو هذا الشيء على طول نحس بتعب ما نقدر نستمر فيه. الشعور بالتعب والإعياء هو أحد الأعراض الرئيسية لضعف المناعة، وممكن هذا يكون عندنا الحين، أكيد أنتم مثلا في بالكم إن أنا دوم تعبانة، لا، هو أمر هذا شائع بيننا، ممكن إنه يحدث نتيجة الإجهاد وقلة النوم، لكن في حالة إذا كان هذا الشعور مستمر والتعب يكون عندنا باستمرار، يمكن أن هذا يكون مؤشر لعدم قيام الجهاز المناعي بوظائفه بصورة طبيعية. الالتهابات المتكررة بعد أحد أكثر أعراض ضعف المناعة الشائعة، يعني الجهاز، يعني إذا كان في التهابات متكررة بجسمنا مثل التهاب الجهاز التنفسي، التهاب الجلد، التهاب المفاصل، هذا يعني أن جهازنا المناعي مو قاعد يعمل بشكل جيد ومو قادر على مقاومة العدوى، فتحدث هذا النوع من الالتهابات وتكون بشكل متكرر وايد. البرد والتهاب الحلق كذلك، نحن كلنا أكيد نمر بنزلة برد، خصوصا خلال عندنا قريب فصل الشتاء او في فصل الشتاء او ما بين فصل الشتاء والصيف عشان تغير الجو، وهذا امر طبيعي جدا. لكن اذا كنا نصاب خلونا نقول مثلا بنزلة برد او التهاب البلاعيم اللي نحن نشوفه وايد، كنا نصاب فيه بشكل مستمر وبشكل متواصل، ممكن مثلا خلونا نقول مرتين في الشهر أو مرة كل شهر، هذا ممكن يكون علامة على ضعف مناعة. الحساسية، خلوني أقول لكم علاقة الحساسية بضعف المناعة. يوم تحدث الحساسية يتفاعل جهاز المناعة بشكل غير طبيعي مع المواد الغير ضارة، يتفاعل بشكل غير طبيعي مع المواد الغير ضارة، هذه انتبهوا لها، مثل عندنا الغبار، حبوب اللقاح، أو مثلا خلونا نقول فرو الحيوانات، أو هذه الأشياء اللي ما تكون ضارة لجسم الإنسان. فالجهاز المناعي شو يسوي؟ يسبب عندنا ردة فعل قوية بإنتاج أجسام مضادة تهاجم مسببات الحساسية، طبعا ردة الفعل هذه تكون غير طبيعية بسبب خلل في المناعة. بطء التعافي من الإصابة، طبعا إذا كان الجهاز المناعي ضعيف فالبكتيريا ممكن أنها تتكاثر على الجروح والإصابات، لأن الجسم ما يكون قادر على مقاومتها، وبالتالي يكون في بطء في فترة التعافي من هذه الإصابات. مشاكل الجهاز الهضمي كذلك ممكن تكون عندنا أعراض لضعف المناعة. مشاكل مثل عندنا خلونا نقول الإسهال، التهابات المعدة، الغثيان بشكل متكرر، أو عندنا الحساسية الغذائية مثل حساسية القمح أو حساسية الحليب، هذه كلها علامات على ضعف جهاز المناعة إذا كنا نصاب فيها بشكل متكرر.
فقر الدم وعلاقته بضعف المناعة. أول شيء خلوني أقول لكم شو هو فقر الدم. فقر الدم هي حالة يحدث فيها انخفاض، خلونا نقول، في خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين، أو بشكل عام انخفاض قدرة خلايا الدم على حمل الأكسجين داخل خلايا الجسم. وطبعا هذا الشيء يحدث يوم يكون جهاز المناعة ضعيف جدا. فجهاز المناعة الضعيف يتعامل مع خلايا الدم الحمراء الصحية على أنها أجسام غريبة للأسف، ويقوم بمهاجمتها والقضاء عليها، وبالتالي ممكن يحدث فقر الدم. تساقط الشعر، طبعا هذا الشيء ممكن يكون عندنا شائع، عندنا أغلبيتنا عندنا هذا الشيء، لكن إذا خلوني أقول لكم الصورة يعني كيف تساقط الشعر يكون مرتبط بضعف المناعة. طبعا يمكن أن يحدث تساقط الشعر نتيجة اضطراب في المناعة الذاتية، بحيث يكون الجهاز المناعي في حالة فرط في السوائل ويهاجم بصيلات الشعر اللي تكون عندنا، فيؤدي ذلك لتساقط الشعر بشكل كبير. يعني أنا ما أتكلم عن تساقط الشعر العادي اللي نحن نشوفه خلال اليوم، بشكل مفرط يطيح الشعر إذا كان عندنا ضعف في المناعة. وأكيد كلكم تعرفون الثعلبة، وممكن البعض منكم أصاب فيه، هو أحد أشكال تساقط الشعر المفرط اللي يكون بشكل كبير، وهذا بعد ممكن إنه يكون مؤشر لخلل شديد في المناعة للأسف. ألم المفاصل ممكن إنه يكون بعد ناتج عن اختلال في توازن جهاز المناعة، بحيث يتسبب التهاب المفاصل، لأن جهاز المناعة مو قادر يقاوم العدوى اللي تسبب الالتهاب، وممكن حتى ضعف الجهاز المناعي يؤدي للإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل خلونا نقول التهاب المفاصل الروماتيدي، بحيث يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة اللي تكون عندنا، فهذا الشيء يؤدي إلى تلف دائم للخلايا الجيدة في الجسم للأسف. خلوني أنتقل وياكم للجزء ممكن يكون إنه الأهم في ورشتنا لليوم، اللي هي التغذية وجهاز المناعة. عندنا للجهاز المناعي دور هام أكيد في حماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة. وفي بداية الورشة قلت لكم خلونا نتخيل أن الجهاز المناعي هو بمثابة الجيش بالنسبة لجسمنا. وطبعا في عدة أساليب وخطوات تساهم في تعزيز قوة الجهاز المناعي، لكن أهمها هي اتباع نظام غذائي يكون صحي غني بالفيتامينات والمعادن اللي تساهم بشكل كبير في تعزيز مناعتنا، عشان الجسم يكون قادر على مقاومة العدوى والفيروسات والأمراض. ومن أهم هذه الفيتامينات والمعادن فيتامين سي، فيتامين بي 6، فيتامين إي، الأوميجا 3 والحديد. خلونا نتعرف على المصادر الطبيعية لهذه الفيتامينات ووين ممكن نحصل عليها خلال غذائنا. عندنا نبدأ بأول فيتامين اللي هو فيتامين سي. طبعا فيتامين سي من أهم العناصر اللي تعزز المناعة، وممكن في آخر فترة وخلال الظروف اللي نمر فيها أكيد قالوا لكم إن كثروا من فيتامين سي. طبعا من الضروري إن نحن نتناول جرعة يومية من فيتامين سي، لأن الجسم غير قادر على إنتاجه أو تخزينه، فنحن ناخذ فيتامين سي من الغذاء. فيسهم فيتامين سي بشكل كبير في التخفيف من الالتهابات والأمراض اللي ممكن نصاب فيها. ومن أهم مصادر فيتامين سي البرتقال، الكيوي، الأناناس، الليمون، والجوافة. ثاني فيتامين راح نتكلم عنه هو فيتامين بي 6. طبعا فيتامين بي 6 هو من الفيتامينات الهامة، لأنه يدعم التفاعلات الحيوية اللي تحدث في جهاز مناعتنا. ومن أهم مصادر فيتامين بي 6 في الأكل عندنا الكبد، الدجاج، الأسماك، الموز، والأفوكادو.
عندنا الفيتامين الثالث اللي هو فيتامين اي، وطبعا فيتامين اي معروف بأنه مضاد قوي للأكسدة ويعزز من قدرات الجسم على مقاومة الإصابة بالعدوى. وطبعا من أهم المصادر المكسرات المانجو، الطماطم، والبروكلي. الأوميجا 3، أكيد سمعنا وايد عن الأوميجا 3 وأنه يساعدنا في وايد أشياء في جسمنا. طبعا الأوميجا 3 يساعد في تقليل الإصابة بالالتهابات، ويقوي ذاكرتنا، ويحمي جسمنا بعد من أمراض القلب والشرايين، الله يعافينا ويعافيكم إن شاء الله. ومن أهم مصادر الأوميجا 3 الأسماك مثل السلمون والسردين وبذور الشيا والجوز. الحديد، يعتبر الحديد بعد كذلك عنصر غذائي مهم جدا، لأنه يساعد الدم في نقل الأكسجين والأجسام المضادة في مختلف أنحاء الجسم. وأكيد إذا مثلا كان عندنا شخص مصاب بفقر الدم الحديدي، أكيد دوم يقولوا له كل الفواكه أو الخضروات اللي تكون حمراء. طبعا هذا شيء صحيح. عندنا من أهم مصادر الحديد في الأكل فاصوليا، الشمندر، الرمان، الخضروات الخضراء مثل الجرجير. أغذية معززة للمناعة، طبعا هذه الأغذية نحن ممكن ندخلها من خلال وجباتنا الرئيسية عشان نعزز من مناعتنا، وخصوصا في هذه الفترة وهذا الوباء اللي نمر فيه. من أهم الأغذية اللي تعزز مناعتنا الزبادي. طبعا الزبادي يحتوي على البريبايوتيك، والبريبايوتيك هو عبارة عن بكتيريا نافعة للجهاز الهضمي. يساعد البريبايوتيك اللي يكون موجود في الزبادي في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي. الشعير والشوفان كذلك يحتويان على الألياف المضادة للميكروبات والمضادة للتأكسد، وبهذه الطريقة راح تقلل عندنا راح يكون عندنا ظهور الأعراض والالتهابات، والأمراض راح تكون قليلة. الثوم يحتوي بعد على مركبات الكبريت، ومركبات الكبريت هذه تساعد في مكافحة العدوى والفيروسات والبكتيريا. الزنجبيل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن اللي يحتويها، هذه الخصائص كلها تقلل من الالتهابات وظهور الأمراض. السبانخ بعد كذلك يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة والبيتا كاروتين. طبعا هذه العناصر كلها تزيد من قدرة مكافحة العدوى في جهازنا المناعي. عوامل، ننتقل لآخر محور طبعا من محاور ورشتنا لليوم، وهي عوامل تؤثر سلبا على المناعة. طبعا ممكن أن الإنسان يكون في صحة جيدة وتكون مناعته جيدة، لكن في مرحلة من مراحل العمر يمر بضغوطات، أو خلونا نقول نمط الحياة أو الأشياء اللي حوالينا تأثر سلبا، فعندنا تقلل من مناعته. فنلاحظ أن هذا الشخص خصوصا خلال هذه الفترة يصاب بالأمراض بشكل متكرر أو بشكل متواصل. طبعا من أهم العوامل اللي تأثر سلبا على مناعتنا هي الأطعمة المعالجة والوجبات السريعة. ليش؟ لأن هذا النوع من الأطعمة يحتوي على الكثير من السكريات والدهون والمواد الحافظة اللي تأثر على صحة الإنسان، وللأسف على المدى البعيد تسبب نقص في المناعة. الظروف النفسية مثل ما ذكرنا اللي يمر فيها الإنسان في بعض الأحيان وفي مرحلة من مراحل العمر ممكن تأثر على مناعته، مثل القلق الشديد، التفكير المستمر في السلبيات، الحزن، هذه كلها عوامل تسبب نقص في المناعة. فنحن نحاول نكون أكثر إيجابية في حل الأمور، سواء كانت هذه الأمور بسيطة أو كانت صعبة.
فيعني لكان مشكلة حل في النهاية، فخلونا ما نتأثر وايد وما نأثر صحتنا النفسية عشان مناعتنا تنقص. ساعات النوم الغير كافية والساعات والسهر لساعات طويلة، طبعا أكيد في فترة الحجر الصحي فترة العمل عن بعد، خلوني أقول لكم ممكن أن نحن قلصنا من ساعات النوم وكثرنا من ساعات السهر، وطبعا هذا الشيء ممكن أنه يكون أحد الأسباب الرئيسية في تراجع قوة جهازنا المناعي، ونحن طبعا ما نحتاج هذا الشيء خلال هذه الفترة. قد ما نقدر نحاول تعزيز جهازنا المناعي والحفاظ عليه عشان يكون قادر على مقاومة الأمراض، وإذا انصبنا بالأمراض الله يعافينا ويعافيكم تكون نسبة شفائنا تكون أعلى بكثير عن نسبة التباطؤ في الإصابة من الأمراض. عندنا طرق لتقوية المناعة، من أهم الطرق هي أخذ الكفاية من جميع العناصر الغذائية اللي يحتاج لها الجسم، بمعنى أن نحن نأخذ كفايتنا من النشويات، من البروتينات، من الخضروات والفواكه، من عندنا منتجات الألبان والحليب. ما نركز على عندنا خلونا نقول عنصر واحد، يعني ما نركز بس على البروتينات، ما نركز بس على النشويات، لا، نحاول ان نحن ننوع في وجباتنا عشان ياخذ الجسم كفايته من جميع هذه العناصر. ثاني طريقة هي تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه. طبعا الخضروات والفواكه من اهم المصادر الطبيعية والطازجة اللي ممكن انها أتعزز من جهازنا المناعي، فنحن نحاول قد ما نقدر ندخل الخضروات والفواكه من خلال وجباتنا الرئيسية، إذا ما كان خلال وجباتنا الرئيسية ممكن نخليها كوجبات خفيفة بين الوجبة والثانية. طبعا الـ5 حصص ممكن تكون 3 حصص من الخضروات وحصتين من الفواكه خلال اليوم. تقليل تناول السكريات والحلويات والمنكهات والألوان الاصطناعية بعد من أهم الطرق لتقوية المناعة. طبعا إذا نحن قللنا من هذه الأشياء راح نلاحظ تحسن كبير في صحتنا ووزننا ورشاقتنا، وهذه الأشياء السكريات الألوان الاصطناعية كلها تهدم مناعتنا، فليش نلجأ لها يعني من البداية. تقليل مشروبات الطاقة، طبعا مشروبات الطاقة تزيد نبضات القلب، وعندنا خلونا نقول تزيد القلق والأرق، وبالتالي راح تضعف مناعتنا في النهاية، فنحاول نقلل من مشروبات الطاقة عشان في النهاية نتجنبها، أو خلاص يعني ما نشرب مشروبات الطاقة خلال يومنا أو من خلال نمط تغذيتنا. شرب كميات كافية من الماء، طبعا هذا الشيء ضروري وأساسي لكل عندنا لجميع فئات الأعمار، من 6 إلى 8 أكواب هذا اللي ينصحون فيه الخبراء. ممارسة الرياضة يوميا بمعدل 30 دقيقة كل يوم، إذا ما قدرنا كل يوم ممكن نخليها 5 أيام في الأسبوع أو 3 أيام حسب اللي يناسبنا. طبعا جهازنا المناعي يعتبر خط الدفاع الأول والأهم لمقاومة الأمراض والعدوى، لهالسبب بالتحديد يجب القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز قدرته على القيام بوظيفته، مثل التصدي والمقاومة للأمراض. وبكذي نكون ختمنا ورشتنا لهذا اليوم، شكرا لاستماعكم، أتمنى أنكم استفدتم، أو أتمنى أن أنا كنت بسيطة، ويعني كانت النقاط بسيطة، وأتمنى أنكم استفدتوا، ونفتح باب الحوار والأسئلة في انتظار أي استفسارات أو أسئلة. شكرا لكم. شكرا شكرا أستاذة. ما عنده سؤال، عنده استفسار، شيء أحد عنده استفسار جمهورنا الكريم؟ جزاك الله خير أستاذة، يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكرا. وننبه بعد الجمهور الباركود. إيه الباركود، باركود اللي هو التقييم. نعم. السلام عليكم.
على أثرها بتوصل الشهادة. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا قبل كل شيء أشكر الطاقم كامل وأشكر المحاضرة، المحاضرة وايد وايد قيمة، وفعلا هي الحياة تبان أن احنا نمشي على هذا النمط وهذا النظام. شكرا. بالنسبة لي أنا كمريض السكر، نسبة الماء اللي انت قلتيها من 5 أو 6 كلاسات، هل يجوز لي أنا؟ لأن احنا قايلين الدبة الصبح دبة كاملة من هي الدبة الكبيرة، والظهر وفي الليل. ممكن طبعا أكيد إذا أنت مريضة سكري ممكن أنت تتابعين هذا الموضوع مع الأخصائي اللي تابعينه أو الدكتور المشرف على حالتك، وممكن أنه هو ينصحك بالكمية المناسبة للماء لأن أنت مريضة سكري، فبالأكيد يعني تكون عندك جرعات أدوية، فممكن أنت ترجعين للطبيب المختص. طبعا بشكل عام من 6 إلى 8 أكواب هذا للأشخاص الأصحاء العاديين يعني، فإذا كنت مريضة سكر ممكن تأخذين باستشارة طبيبك، لأن أنت تأخذين جرعات أدوية في أوقات محددة بكميات محددة، فممكن هو ينصحك بالجرعة المناسبة للماء. يعطيش العافية ويعطيش الصحة، وقد معش نبوية بدو مثقف اجتماعي من دائرة الخدمات الاجتماعية. شكرا حبيبتي. العفو، يعطيك العافية. اخواني يتم الان عرض الباركود، الباركود هذا للتقييم، اثناء التقييم بيتسجل في البريد الالكتروني والمعلومات والبيانات الشخصية، وعلى اثر البيانات المسجلة سيتم ايصال الشهادة شهادة الحضور على الايميل. شكرا، يعطيك العافية اخوي عبد الرؤوف، شكرا لك. اي سؤال على الباركود؟ ابدا. الباركود ما افتي سكان، سكان على الكاميرا، افتحي الكاميرا. انا فاتحه على اللابتوب عادي، التليفون الكاميرا حتى على الباركود وبيطلع لك رابط فوق، اضغط على الرابط. اوكي، اصور يعني بتليفوني من الكمبيوتر؟ ما يحتاج، حط الكاميرا بس عليه، الكاميرا العاديه حطي عليه بالتليفون بيطلع لك رابط فوق، اضغط على الرابط. سلام عليك عبد الرؤوف. الله يعفو عليك عزيزي وغالي. اخوي عبد الرؤوف طبعا هو مالنا بالاي تي بالبرامج، ما شاء الله عليك، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب، ناقلين فقط لما في فريق عمل يشتغل يعني. الله اكبر، الله اكبر، كلكم خير وبركه. حد عنده استفسار للاستاذه شذا؟ الكل يتابع الباركود، ارجوكم يعني التقييم. أخ حمد، بس إذا ممكن ننوه على استمارة التقييم بالنسبة للحضور. طيب، إيه نعم، موجود هذا الباركود المعروض الحين، هذا للتقييم بإذن الله تعالى. خلاص تمام إن شاء الله. نعم. شكرا. الله يحفظك. حد عنده استفسار جماعة؟ أستاذ حصة. نرجو من الجميع التقييم، لأن توصل شهادة عن طريق هذا الباركود والإيميل، أرجو كذلك كتابة الإيميل صحيح، ما يكون حرف، إذا غلطوا بالإيميل ما توصل الشهادة. ما حد عنده استفسار للأستاذة شذا؟ جزاكم الله خير. أستاذ حصة موجودة معانا صحيح؟ عندها اجتماع أظن. أتوقع موجودة. تفضل، حد رافع إيده عبد الله. تيسير، تفضل تيسير. من تيسير؟ تيسير. تيسير سيد، أنا أطلع عليه. أيوة تيسير سيد. أنا شقيقي، تفضل. أوكي. تفضل تيسير سيد. لا احيانا يكون في حد يعني رفع ايده ضاغط بالغلط يمكن او شيء. اوكي انا وضعت اسوي فان حق شو اسمه حق الباركود. شو نوع تليفون اختي؟ ايوه هواوي. ايه الهواوي لابد ان يكون عليه برنامج معين لقراءه الباركود، فاذا احضرت ايفون بمجرد انك فتحتي كاميرا الايفون على طول بس حطي الكاميرا على سامسونج. سامسونج في برنامج ينزل يعني حاليا، لو تصوري هذا
تصوري الباركود خلي عندك في الاستديو. في بار في هي في باركو في برنامج اسمه كيو ار كود ريدر يعني يقرا من الاندرويد. اما اذا كان في حد يعني حدالك او كذا عنده ايفون الايفون دايركت بدون ما بدون اي برنامج. حرب البارد اللي هو البارد تخفي بالالوان اللي هو مثلا الاخضر في اصفر في الاحمر والاصفر الاحمر ايوه. وكذلك الفلفل هذا اللي هو الحار شو الفرق بينهم وهل يقوون المناعه؟ طبعا اكيد انتشرت في الاونه الاخيره الكثير من الاشاعات ان مثلا الفلفل الحار خلونا نقول بالاخص انه ممكن يقضي على الفيروس. انا سمعت ان في وايد ناس يتناولون الفلفل الاحمر ان عشان تزيد مقاومتهم لمثلا خلونا نقول فيروس كورونا. طبعا هذا شيء اكيد خاطئ وفي وايد بدائل للفلفل الحار ممكن نحن ناخذه لتقويه مناعتنا من الاشياء اللي ذكرتها خلال الورشه اليوم. لكن بشكل عام الفلفل هو يحتوي بعد على مضادات الاكسده اللي ممكن انا اتكلم الحين عن الحار والبارد. طبعا الاثنين يحتويان على مضادات الاكسده والفيتامينات والمعادن اللي ممكن تساهم في صحه الجسم. لكن ما ركز على نوع معين من مثلا خلونا نقول الفلفل الحار بس لانه هو ممكن يعزز او يقوي من مناعتنا. لا هذا شيء طبعا خاطئ. الخضروات والفواكه بشكل عام لها تقريبا جميع نفس الفوائد، لها مضادات الأكسدة بها الكثير من الفيتامينات والمعادن اللي ممكن تساهم في تعزيز جهازنا المناعي وقوة جسمنا كذلك. حلو جزاك الله خير جزاك الله خير. صراحة هذا اللي سمعناه فعلا ان يقوي المناعة وما ادري ايش واللي بياكل فلفل يكون له افضل. جزاك الله خير صراحة. العفو حياك الله. حد عنده استفسار؟ نعم حد عنده استفسار؟ جمهورنا الكريم شكرا لكم على الحضور. شكرا استاذ شذا، شكرا لك على المحاضرة الله يحفظك وما قصرت والله. العفو جزاكم الله خير وان شاء الله دوم نكون في خدمة المجتمع والدولة بإذن الله. الله يحفظك جزاك الله خير شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. السلام.